تعلموا مني تعلموا مني قبل ما اروح. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تحول ملفات البي دي اف الى صور جي بي جي بصيغة جي بي جي؟ لدينا هنا ثمان اعطيتكم الان ثمان مواقع تقدر من خلالها انك تغير صيغة البي دي اف الى صيغة او الى صور جي بي جي بدون برامج وبدون تعب وبدون ومجاني 100%. طبعا الطريقة كالتالي اننا يعني نقوم بس بضغط الزر يعني هنا ونختار الملف الذي نريده. انا ساريكم هذا الملف بي دي اف. طبعا هنا لما تلاحظون هذا الملف بي دي اف سوف اقوم بتحويله الى صور. كل ما علينا هو الضغط الى هنا او نسحب الملفات، لكن انا سوف اضغط واختار الملفات الذي اريدها. طبعا هنا نقدر نختار الجودة. طبعا انا راح اختار تقدر من هنا من اقل جودة، لكن بختار هنا اعلى جودة. ثم نضغط البدء، والان يقوم بالتحويل. ننتظر قليلا. كما ترون احبابي في الله، لقد حول الملفات الى صور. تستطيع يعني كل يعني صفحة من الصفحات البي دي اف ان تحملها على حدة. انا سوف اقوم بتحميل يعني كل الملفات في ملف مضغوط. نضغط هنا الى هذا الزر، ننتظر قليلا. كما ترون لقد قام بتحميل او تحويل البي دي اف الى صور. نشاهد، نلاحظ ان تم تحويله الى صورة بصيغة جي بي جي، يعني الملفات جميعا، وهنا كل صفحة مرقمها وتمام امور. طبعا هذا الموقع الاول. نرى الموقع الثاني، نضغط هنا ثم نختار كما في الموقع السابق، ثم نضغط على هذا الزر. ننتظر قليلا. لقد قام بتحويل الملف. نقوم باستكشافه أو فتحه. كما ترون لقد حول وجودة جدا جدا عالية كما في الموقع السابق. ننتقل إلى الموقع الثالث. هنا نستطيع يعني عندنا خيارات كثيرة موجودة. نستطيع تحويل جي بي جي الى بي دي اف، او بي دي اف الى جي بي جي، يعني صيغة الصور، او بينج، وهكذا. نحن نريد تحويل بي دي اف الى جي بي جي، نختار هنا. وايضا نستطيع تحويل الوورد الى بي دي اف، لكن موضوعنا الان تحويله الى الصور. نختار هنا ثم ننتظر. لقد قام بتحويله. نشاهد أمامكم ونلاحظ أنه تم تحويل بدقة جدا عالية. ننتقل إلى الموقع الرابع، وهنا نضع ملف يعني نريد تحويله. ننتظر، نشاهد أنه تم تحويل الملف. نقوم بالضغط هنا ثم نشاهد ما قام بتحويله، تحولت إلى صيغة جي بي جي. ننتقل إلى الموقع الآخر، ونفس النظام، نضيف الملف الذي نريد تحميل أو تحويله، وكل الروابط موجودة في وصف الفيديو. لقد قام بتحويل الملف إلى صور. ننتظر قليلا.
نضغط هنا تم، نلاحظ أنه تم تحميل الملف ونشاهد الجودة جدا عالية. ننتقل إلى الموقع الآخر ونفس الطريقة نقوم بإضافة الملفات ونختار هذا الخيار. لابد أن نختار أن هذا الخيار حتى تكون الصور كبيرة وواضحة. ننتظر، لقد قام بتحويله، نضغط هنا وأيضا بضمه بملف مضغوط، نختار هنا وكما تلاحظون قام بتحويل إلى يعني جدا جدا جودة جدا رائعة. وأيضا هذا الموقع نقوم باختيار أو الضغط على هذا الزر ونحمل الملف المراد تحويله. وأيضا هنا تستطيع تحميل كل صورة على حدة، نضغط أن نريد الملف كامل ثم نضغط فتح. نلاحظ هنا أنه تم تحويل الصور ولكن ليست بجودة عالية. والموقع الأخير نضغط هنا ثم نحمل الملف ومن ثم نضغط على هذا الزر. لدينا الموقع الأخير، نقوم بالضغط على هذا الزر ثم ننتظر قليلا. ثم نلاحظ أن الملفات قام بتحميلها، نضغط على هذا الزر فنلاحظ أن الملفات قام بتحويلها. نلاحظ هنا وجودة جميلة. ونصل في نهاية هذا المقطع لنهاية هذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.